بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. صلى الله وسلم على بحرمة ما لا الله لن تخرج بنا من العدم. هل كان وحن كجلينا ان شاء الله عشر كي تضبعات كتاب كي سفينة النجاة لأولان تري او نوتحنا ايا كجلينا. فصل. هل كان وحن كجلينا اركان تي صلاة ديبان بجلينا مركان او نوص علمات باب الطهارة و نوص علمات. هل كان وحن كجلينا ان شاء الله اركان صلاة ايا كجلينا ويل في بيان أركان الصلاة فصل. هلكن فصل وي في بيان أركان الصلاة صلاة أركان تيد العبد أيو أيو فسريه أركان تصلاة صلاة أركان تيد وحال وش هذا شرط أيو ركن الوحي كليهين شرط وحال هذا ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده وجود وحي هدي اللوايو شرط هدي اللوايو مشروط كلا لوين أيو هدي اللهلنا اللي هلا أيو غالبا وي صلاة هدي طهارة لها أو شروط أن صوتك من الصلاة ولا لا هدي شروط اللي وياها صلاة ولا وينية شرط مركوكاس أركانه وحوي ما هي الشيء وين شيء لفت زوج كسر نسيا مركا فعل كي صلاة بحده لوس وينية ويا أركانه أركانه أز مركا ولا ما الواحد يقول شيء جين سيك هذا دوان يكتب ترزق له كشيء جين ويا أركانتا تدوي تون علماء قارب كذي سل هذا كتاب كان عن آخرين عنك على تدوي تون مكذي سديه تون كوا كذي كوا هاي كذي يعني سدح يتون كو شن يتون سقال يتون ولو كذي تدوية بعض صار واحد سوء أكبر ثيهين أو ترى سوء كذي تدوين تروح وياه طبعا نينك أي قارب واحد كذي سهرن ملح بنان قارب واحد كذي هيئة تابعة للرب مرك قارب كذي تي ربنا ملح بنان كتاب كان كمدا تدوي تون وكذي قال واحد كده تنية الخروج كده نسديه توانا كريه قال موالاة كده نسال توانا جالسية قال ما واحد كده داره لكن سير راجحه ولما تقبل أنت وسقرا عسنت هاي ماذا كنا جوحوي صدق هي توانا إنيه أو ما تري من هاي كسيه أو قرن صدق هي توانا كاس إنيه واحد كرنا أي هيئة تابعة للهم إنيه مركا أركان الصلاة صلاة أركان تيو سبعة عشرة تضبي توانوي تضبي توان رونيو وتوي ألا ولو كانوا وريا النية النيوي نية من اللي ماروي نية مر كهران كسر شر النشرة عشرة لا نية هرتو أيه كوجرت أن كسر شر حمي نية وحلي هذا النية توي بالقلب الغنيس ما شاء الله النية سأي واجب كأو حوي قف إنه قلبي كم يستوي أو فلا يجب النطق بها باللسان لسان كأنه قد واقع واجب كمعها أول ما حنا وراء صنري ومحلها على القلب ويسنن التلفظ والتلفظ بها سنة المسار وصنده مركب واحد كان ويجري ويا بالقلب إنه كان يسوى واجب فلا يجب النطق بها باللسان لكن يسنن ولا سنة ليعاون اللسان على القلب إنه قلب عاوية اللسان ك إنه قلب عاوية ترادير أي الله دواغية أما هدو كل دواغه أصلا قلب جاء يسن وجهه ما صحيح ولا دواغ كل دواغ أما هدا قلب جاء يسن جوين ما صحيح قلب يقول لغنا مرمى واي إنه يستو قلبي كن يدك لا تمادو مركا قلبي كلا تمادو إنه كله واغلا صنوه هدي آلان كله واغلنا إيوحي كلا أدوب يمتنع يوحي يشوكتنا صح ويوحي وعن صحي صح مقارنة واحدة إذا أيها الشرطة مقارنة أيها نيذا إيا تكبيرتا مقارنة كده حيسا والثاني كلا واغلا تكبير دون حرامي حرمشة تكبير تدوي إنه حرمته أو الله أكبر تلا دوي مركا الله أكبر تان إيا نيذا وحاكدا حيا مقارنة واحدة إذا استحضار أياد كده حي استحضار كاسي استحضار عرفية هي مقارنة عرفية أيا روكا في طبعا أنت بلان استحضار حقيقية هي مقارنة حقيقية هو جرتها أي واحد اللي على بدك ويكون رصتها لكن مقارنة استحضار عرفية هي مقارنة عرفية لا بد أسأي روكا في طبعا استحضار عرفية هو هي صلاة قلب جمكي صلاة ربطين الله أكبر الله أكبر كل واقعه إن صلاة دي صلاة واجبة أو ما هو سياسي هاي إن قلبك صار مريض وشو قريده أيه هو قلبك هاي خجرته إن الله ما تقدر واقف صلاة على قرابة هدي على هدي على ما يو أذن قلبك كيف يقول لي سكرنا لفت إذا أنا قدر واقف والله تماده قام خوف قدر واقف سكرا أنا وما دون تادي عليه لكن هذا وحبة مقارنة إيه وحس حاضرنا على صمين صلاة بكم ما جبت وسك يا رجع قف سك يا رجعت أثني كلامه أو أركان تكمل دي تكبيرة الأحرام حرمشة تكبير تدوي وعمد النبي عليه الصلاة والسلام
حديث النبي عليه الصلاة والسلام يري تحريمها التكبير وتحليلها السلام صلاه واحد قبل ان تكبيرت ارامك ومع نيه ان اعطيك بلاطه اقول هي تكبيرتك بلاطه تكبيرت بدا حد عن الله اكبر حد عن ليه يبدا سيد لو غلايه وحا كلا فرقنا هي نيه وي حد ان نيه مهرين حد صلاه كوما جرتبه الثالث كصد حد القيام استوي على القادر قفك اودي في الفرد صلاه فرضك قفك هد اودي ليه صلاه فرضك انه استاغ ركن واجب وي اما قفك اودي وايا وكان كلا اودي كتغنيا والربيع كرفان نقراءة فاتحة فاتح الله أخريوي ربنا أفرغوه ونقرأ يا قفك إنه أخريه فاتح الله إنه أخريه هدي ويقانه هدي كان بدل كده وأخريه كان بدله هو والمركز الشرعي السلام هو قراءه إنه أخريه اللي قدونيه لكن فاتح الله أنا مبدل كده اللي يلمي الخامس كشرع هذا ركوع ركوعه إنه ركوع اللي ينادوه أو ركوع داس وسيا كل حدين دونا ربنا يا ونقرأ يا شناد ركوع اللي ينادوه قفك إنه ركوعه ويا وأقله ألقي القائم أن ينحني قدر الوصول راحته مؤتدر القبة إلى ركبته وإنه هوبطة أو هوس هوبطة أو فورصدة إلى اللبيدي سكعنا أيك الجارة اللبيدي بك الجارة سياس أو غير أي لكن هدو سنك جارسين يمالك سوك هيك سؤال هبطة وما عن سيسان ركوع داس إلى الركوع لهنا صلاة أنسى عميسا أسأب ديسو متكل لحادة الطمانينة حصل وي وقف وقف حصله هدو أسن حصل ما أنسى حيس وقف حصل إنه لجمال وي حاصل كاس وخو نكونيا ماركي حاصل كلا لايو waxa weeye inay kala aqalkii wuxuu yaa anta istaqra aataahu raakaan bixisu yanfasu rafu an hawiyi qofka soo ho harakatu hawiyi iyo harakatu rafu inay kala fasalmaan oo kala socmaan la raba harakadii hore aad soo soo hoobato oo rukuucda ku soo aadi iyo harakada hadhow aad ku laabanayso waa in qayb xasri u dhaxaysa wala qadar subhanallahi ay subhanallahi qadarka laba noqote waa in la hela qadar u yahay u dhaxaysa oo ay qofka xasisho in la helo wey ama haduu san xasirin ee sida xarakadii hore joogto mid kale hadana uu ku daro rukuu ma aan qofkaas way ay asaab iyo kanto dowladi ala ixtidaal ixtidaal wey inuu laabto oo kor u istaago wey meeshi awl uu ka yimid inuu ku laabto wey markii hore u taana faatixada akhrinayay meeshi uu ka yimid inuu ku laabto wey asaamul ka sidaan adubaaninatu fihi istaago ku xasilay wey ayaga xasil kaas isla waxa laga rabaa xarakadii uu ku soo laabtay iyo xarakada dambe uu ku laabanayo inuu kala soo xasil u dhaxay la rabaa oo xasil la yimaado way ataas oo ka saaray asujudu marratayn laba kol la sujuudo way qofku laba kol u sujuudo oo sujuudu u la yimaado mid kasta rubni kasta waxa shardi ah xarakadii hore aan ku timid iyo xarakada dambe uu laabanayso in xasil u dhaxayo oo meel xasil ah u dhaxmarid al 11 kan ka yuu tobnaadi way ay الجلوس بين السجدتين لما يسجد بحي فرق عوي فرق جلوس بين السجدتين اللي هذا ولما يسجد بحي عوي ويا ثاني عشرة كلام يطبنا هذا أنتم أنين تفيه كاسل افتصال الله حسن وي وقفت حسن ولي هذا حسن كاد أولا صوشل طيب الثالث عشرة متك صدع يطبنا التشهد الأخير التحية كدنب وي التحية كدنب لما يتحية متك ولا تصنوي وما إمادون تأبعادو كم دي كدنب لكن واجباتك كمية الرابع عشرة كان أفر يطبنا هذه ويا متك أفر يطبنا هذه القعود فيه أتلاتك لفتيزة فرد الواخر يوي أما استاجن الواخر يو هدان ضرورة كين المايا الخامس عشرة كان تبي يطبنا هذه الصلاة على النبي النبي اللي صلى الله عليه وسلم فيه فرد قاس فيه فرد قاس لفتيزة نبي اللي صلى يوي اللهم صلى وصلى وبارك عليه ويا السادس عشرة متك اللي يطبنا هذه السلام ولا سلام يستوي قفوا سلاس السلام عليكم ويراوي مركو السلام عليكم ويراوي سلام وكم حقف قص السابع عشرة كم تضوي تمنعنا الترتيب لك على ترتيبه ويكل على كرنسي أو سو شغني لو كلا ترتيبه أركانته أو من بمية كور رجاء لقهر مريو كي على كور مريض بدك كده بري مكو عن صحيح ويا صدق أما كأركانته مركي صدق يطلع لجده هو سديت وحوي وافعل شن وحوي شنا وحوي قولوي أقوالوي وهي تضوي طبعا كان ما كان هذا لطيرين هاي مرة واحد الله كلا قاضى أركانته قلبي يا قولي يا فعلي قلبي واحد ليلة دنيا قولي واحد ليلة أنت أفضل الله ولا واقف وسلا تكبير تبرع لهم كهاراته إيو فاتحة تشهدك صلقة يا سلام تشهد عسوي أنت كانوا حالي أفعال مدور بمرك قابل إسكالية لليم هذا مدور برما حدو لي فصل ما كان فصل وي هل كان أخوك قليا وكو سؤالي ربني وورني
أركانت أجهري أو أن نيتها أي نيته رأي كوشاو قال كأوحي نيسين ليه وطن كور قال ما هو إيمانك أن نيته نيته ثلاث درجات ثلاثة مراتب صدح مرتبوي صدح مرتبة يا خلاص سرعها صدح وقيبسا مركا ما دام سرعها أي صدح وقيبسي كيفيات كلون نيسين هي أيام وحواء وحية متكستا كيفية قارس خلاص إن كانت صلاة صلاة هذه أي تاي فرضا صلاة فرض هذه تاي صلاة تكون صلاة فرض هذه تاي وجوه واجبها هي قصده في الفعل في الله قصده والتعيين واجبها والفرضية تنوي في واجبها فرضا واجبها أصل حاصحي إن لها لها مع بعض قصده الفعل يتعيين يفرض هذا صلاة حاصحي صلاة كومة قنتوي وحباك عدم وليه قصده الفعل أساكو كين دونا كسد حلو وح إنهين أساكو كين دونا وكو عضي دونا وإن كانت سلاب وصنع وقت له سراتي وقلته لدها وحيالها لمدة أو أنا سي ذات معقدة المعنى وحوله ذات سبب صور إيه لذا سيستسقيه كسوف كي خسوف كي وحيالها لمدة وجوه حواجب الله صلاة قصد الفعل إن لو قصده إيوه التعيين تعيين صنع ماذا إن لو قبه أيضا واجبها لكن قصد الفعل يتعيين أيضا واجبه وإن كان ربيتها نافرة مغلقة ونافرة مغلقة سنة مغلقة وي سيأتلت للكي وحلم من رسول الله لمده وي أيضا المحاوة واجبة قصد الفعل واجبة قصد الفعل فقط أخليه قصد الفعل الله يعني وي الله رمرك صلاة الفرد كهيب محاوة واجبة عنه قصد الفعل إيه التعيين إيه فرده وصمها محويا قصد الفعل والفعل قصد الفعل أصلي وي قصد الفعل هو هي أصلي وين لقس وان قس داوي مكت أصلي وان قس دا وأنت كذا صوما أصلي وأنت كذا والفعل فعله أصلي وين وتعيينه ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا وين والفرضية فرضا وين وين مركع أقوله واقع إذا مركع مركع أقوله واقع إذا وعد سما درتين عليك ستو صلي فرض الظهر بعده صلي فرض العصر صلي فرض المغربي صلي فرض العشاء صلي فرض الصبح وهكذا ساسوي أما إنتاس إن قلبي خلته هذا واجبه إنتاس إن الله قلبي خلته هذا لقى مرمان وياه حتى إنتاس قلبي خلته صار هذا كوبان سام يسب قلبي إن خلته هذا واجبه لكن أنا أقوله واقضه أو سيد أنا أقوله واقع يقرأ أقوله واقع أيه صنوه هدي لك لكن هذا قلبي أنا خلته كون هذا واقع وحصل هذا ما ديت كن واسكفه فرصت حتى السنة تعالى وحده قلنا إسا صلاة الراتبة صلي الراتبة الظهر يروح إلى مدة لكن سنة أبان بحمس هدي صلاة الليل تاي وصلي صلاة الليل بس إنتاس أذكرنا إسا مركز سياسة ورئيسة أي صلاة هذه السنة مطلقة أصلي كلي على الغرباء هذه أيضا السنة مطلقة أي مؤقتة هي يوحي لما ذا تعيين بها الغرباء يقص في ألكي صلاة هذه فرط أنا صدح ذو على الغرباء هذه أنت قعنا سكتة التكتير هذا محر الله يمانين أي من ذا وحكا يرى كودا من صلاة معا فصل هل كان لكم شيئية تكبيرة الإحرام كهذا عن صوت شيئا ناي شروط أيولية شروط يسيبها لكم شيئية وشروط تكبيرة الإحرام حرم الشرع شروط ديدو 16 لحية طبان شردي وي لحية طبان كها شردي مركي ألا تماضو هيا واحد نقوان عيسا تكبيرة الإحرام كون نقوان عيسا أنت قاع حالة القيام استاقوا أين يكون أعضاء صلاة هذا استاقوا تقنزو وأين استاق لفسي كلا تنطى في الفرد صلاة فردك لكن صلاة السنة وقلين ما كرتها فردك وقلين ما كرتها وأن تكون بالعربية عربي وأين يتاه وحصو مالي اللي غير بي وأن تكون باللفظ الثلاثة وباللفظ الأكبر لفظ الكلام الله ذا إذا لفظ الأكبر وأن تعلم هذا لفظي لكن لفظ كله هذا وأدي ستو أيضا ما أكون أنصح يسوع والترتيب بين اللفظين لا والله لفظ وأن لك هذا ترتيبية أو الله ذا هو أكبر نظام بيا إيه أكبر الله هذا تريدي أيضا لا أكبر معي وأن لا يمد همسة الكلام همسة الكلام وأن هذا مدين وهاي همسة الكلام الله ذا ألف ذا وأن هذا نوراني وعدم مد با أكبر أكبر أدي ذا لشيو إن لو هي شرط نقايسة وعدم مد با أكبر أكبر بعدي ذا لما ذو لو هذا أهل شرطنية وأن متك أنا لا أنا هدام الدور أي رقوا أنسى حميسه ولا يشد الدلباء بعد اللفت إذا وقصوا شيء أكبر بعد إذا وقصوا شيء أو بعض ما كشد بيزه بحال إذا روا إن كاف بحركة سيء أما حرف ساكنة حرف كحلة ما مشد وأنا حرف حركة سيء كورية مركب بعض شو ما يصير أكبر بعد شو ما يصير حرف حرف كورية أو كاف وأنا حركة اسمه ومركز ماشي بقى يكبر على مركز معنى كلا يرانا إذا مركز معنى هي تكبير طبعا من قريسة هذا ساز بعضه وي ولا يزيد واو ساكنة أو متحركة بريس على كلمتين ولا يزيد واو سيادين واو وو حرا ساكنة الربع أو مثلا متحركة بحركة بين الكلمتين لبدا كلمة لبدا الله أكبر لهذا
وأنا أشهد أنه حركة سن هي مثل بنا هو حركة سن هو ربا هو عيتاي الله أيه ماذا حركة سن هو حوية الله هو أكبر أيه ما أنسى حيسا أيضنا وياي وقبل الجلالة وأن سيا وأن سيادر مهوداس قبل الجلالة والله وأن سعر أو باو سياسة كسو عررت والله يقف بين التكبير الإحرامي تكبير كلمة التكبير تكبير تلوية كلمة بشهد وأن سيستاقن وقفة استاق طويلة ولا قصيرة wax istaagleeyay dad labada kelimad dhexda waa in soo ku sameeynin ee hadduu istaago ayana waa saameeyso waan yismaa nafsuhu jamaa xurufiya waan yismaa waan magasiya nafsuhu naftiisa jamaa xurufiya xurufteeda dhamaanteeda allahu akbar xurufteeda dhamaanteeda waa in naftiisa magashiya ama hadduu san magashiyin ee qalbi kale kale yimaado ma ansaxayso inuu ku dhawaaqo la raba tayib wadkhul waqti fil muaqata wadkhul waqti wala shardinaya waqtiga salaada waqtigeedu ama waqtiga tahrumko تعرف وقت يزي وأين أتجوكته ويقع وحال استقبال حالة الاستقبال لما أين دعلا أدو قبل أوجهه أدو من عكلا أوجهه هذه أترى تسوى حرمة توجهه ستو ما يلقي يلي ماي أدو قبل أوجهه وأين حرمته قال الله بارك الله والله يقل بحرف من حروفها حرف كم ذا حروف تي وأين وصلني من أدو حرف كم ذا دقه أودنه دو حال ما يمعني يد ما دمعية تكبير الرحمة كل نقر ما يسو وتأخير تكبيرة المأمومي مأموم كتكبير سواء أنا كذا ماذا أن تكبيرة الإمامي هذه إمام يا مأموم اللي هي مأموم كمرك أو حيران يو تكبير سواء أن صح يسوع وأن تكبيرة إمامك كهر ريدا أما هذا الحير السلام سلام وأن صح ما يسوع وحرب ما يسوع سلام وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.